ايفون 11 برو ماكس الاسم مش عاجبني لسببين السبب الاول انه طويل قوي والسبب الثاني وده سبب منطقي اكتر ان كلمة برو اللي موجودة مش شايف انها مبررة النقطة دي هنتكلم عليها بالتفصيل في اخر الفيديو بس الاول خلينا نقول لكم تجربة اول يوم مع الموبايل اللي اسمه طويل ده قبل اتكلمت عن خمس تطويرات رئيسية عملتهم في الموبايل ده وانا قدرت اكون شوية انطباعات خلينا نقول لكم الانطباعات دي دلوقتي وتعالوا نبدأ مع التصميم It burns. It hurts. اولا عندك هنا مات فينيش او تصميم من الظهر مش لامع بيميل شويه للالوان المطفيه انا من الفانز جدا بتوع المات فينيش ولما جربت موبايلات قبل كده مات فينيش كنت مبسوط جدا بالموضوع ده وقبل ما امسك الموبايل ده كنت متخيل ان انا يعني هكون فرحان جدا بالمات فينيش بس الحقيقه لما مسكته على ارض الواقع بكل وضوح يعني ايفون 10 اس ماكس نسخه السنه اللي فاتت باللمعه اللي موجوده في اللون الذهبي بالنسبه لي كانت افضل من المات فينيش اللي موجود هنا الحقيقه مش عارف اذا كان ده بسبب اللون الذهبي يعني اقصد انه باقي الالوان مثلا زي السبيس جراي ممكن يكون افضل في الالوان المط دي او الالوان الغامقه بشكل عام هتكون افضل في الالوان المطفيه دي ولا لا وتعالوا بقى نروح للنقطة رقم اتنين في التطوير على الديزاين وهي بالتأكيد البوتجاز او التلات كاميرات اللي العالم كله بيتكلم عليها بصوا هو انا مش قابلها من قبل ما امسك الموبايل ومن بعد ما مسكت الموبايل بقى مش قابلها برضه بس انا جالي احساس كده بعد ما مسكت الموبايل ان قبل قصدة تخلي الموضوع اوفر بالطريقه دي قصدة تخلي العالم يتكلم عن الموضوع ده قصدة توري للناس ان قبل عملت التلات كاميرات يعني طريقه تصميم التلات كاميرات نفسها تقول لك انه قبل بتقول بص في ثلاث كاميرات ورا يعني لو جيت تبص على الطبقه اللامعه جدا عكس الموبايل اللي موجوده حوالين الثلاث كاميرات اللي هي المربع وجيت تبص على اللون الاسود جدا بتاع الثلاث كاميرات هتحس ان قبل اصدى جدا تلفت انتباهك يعني تباين الالوان الرهيب ده بين الباك جراوند او الخلفيه وبين الكاميرات تحس ان قبل بتقول لا بص فانا حاسس انه الجدل المثار حوالين البوتاجاز ده حاسس ان هو قبل قصده قابل قصده انه اي حد ماشي في الشارع مع الموبايل ده بالثلاث كاميرات الناس تاخد بالها من فكره ان هو شايل ايفون 11 برو ماكس بغض النظر عن كل ده انا لسه مصمم من التصميم قبيح بلاش كلمة زي الزفت عشان في ناس زعلت منها في الفيديو اللي فات فمش هقولها في الفيديو ده في تطوير ثالث بسيط جدا وهو ان اللوجو بتاع ابل نفسه نزل نص الموبايل بعد ما كان بيكون موجود في الثلث الاول من التصميم فوق اما بالنسبة للرقم اتنين فبالتأكيد هو المعالج رغم ان قبل خصصت جزء كبير من المؤتمر في كلامها عن قد ايه المعالج ده قوي وانا كنت متاكد ده من قبل ما امسك الموبايل بس ايفون 10 اس ماكس بتاع السنه اللي فاتت كان قوي جدا قوي لدرجه ان انا مش عايز حاجه اكتر من كده فكان كل تخيلي قبل ما امسك الموبايل ده انه لا والله مهما حصل فايه اللي هاخده جديد يعني بس الحقيقه لا يعني انا لما مسكت الموبايل فيه سلاسه واضحه جدا اي حد استخدم ال 10 اس ماكس وهيستخدم الموبايل ده في سلاسه في نعومه في الاداء رغم ان التنس ماكس ناعم بس هنا في نعومه في الاداء غريبه فانا من الناس اللي كنت متوقع ان مش هلاقي فرق بس بعد تجربه اول يوم في في سلاسه اكتر بكتير جدا باللي اللي ممكن تتخيلها نيجي بقى الرقم ثلاثة وهي بالتاكيد الشاشه وهنا في الاول لازم اقول لك ان في تشابه بين الشاشه دي وشاشه السنه اللي فاتت في الحواف نفس النوتش نفس حجم الشاشة كمان نفس الدقة بتاعة الشاشة الجديد في الشاشة دي انها جت بسطوع اعلى هل ده ملاحظ؟ اه ملاحظ لكن اللي مش ملاحظ بقى هي دعم الشاشة لل HDR10 الدولبي فيجن وكمان حتة ان التباين بقى افضل بكتير ما فيش مش حاسس اي فرق وعشان تحس بالذات الفرق في حتة ال HDR10 لازم تتفرج على محتوى بدعم HDR10 وده قليل شويتين ثلاثة بس بشكل مبدئي في اول يوم حسيت بس باختلاف بين الشاشه دي والاصدار بتاع السنه اللي فاتت في نقطه السطوع اما دلوقتي فتعالوا نروح للتطور الحقيقي رقم ثلاثة وهو الكاميرات بص هو مبدئيا فكرة ان انت معاك ثلاث كاميرات خلفية ومعاهم كاميرا تانية امامية يعني اربع كاميرات بيصوروا 4K 60 اطار في الثانية والاربع كاميرات بيصوروا برضو تصوير بطيء ب 240 فريم في الثانية فدي في حد ذاتها حاجة مبهرة جدا وخلينا نقول لك تجربتي المبدئية في شوية نقط النقطة الأولى إن التنقل بين الثلاث كاميرات سلس، سلس لدرجة إن ده أسلس موبايل جربته بينقل بين الكاميرات. والنقطة رقم اتنين إن هنا البورتريت مود أو وضع العزل بقى شغال مع الكاميرا الأساسية وكاميرا التقريب البصري. كل الإصدارات اللي فاتت من أيفون كانت بتدعم وضع العزل بس في كاميرا التقريب البصري، لكن دلوقتي التطوير زي ما قلت إنها بقت بتدعم كمان الكاميرا الأساسية. أما النقطة رقم ثلاثة فهي إنك لو صورت بكاميرا التقريب البصري أو بالكاميرا الأساسية بيسيب لك على اليمين والشمال او فوق وتحت جزء اسود كده الجزء الاسود ده بيكون وراه بشكل شفاف شويه كده الفيو اللي انت لو كبرت او وسعت زاويه التصوير بتاعتك هتقدر تشوفه يعني انت لو بتصور ب2 اكس زوم فهيسيب لك مسافه يمين وشمال بيقول لك ان الكاميرا الاساسيه اللي هي اوسع من ال اكس زوم لو صورت بيها هتديك الحاجات دي اللي انت مش شايفها ولو صورت بالكاميرا الاساسيه فبيسيب لك يمين وشمال اجزاء بيقول لك لو انت صورت بالوايد انجل او الزاويه الواسعه هتبدا تشوف الاجزاء دي. اما النقطه رقم اربعه فهي تصوير الفيديو، اعتقد ان اي حد له خبره في التعامل مع الشركات او بيجرب موبايلات من شركات كتير جدا هيعرف ان ابل مميزه قوي طول عمرها في حته تصوير الفيديو ده، بس صدقني هنا هي خدت ليفل تصوير الفيديو لمنطقة تانية خالص، تصوير الفيديو هنا بالنسبة لي بعد تجربة مبدئية مبهر لأقصى درجة ممكنة، أما النقطة رقم خمسة فهي التفاصيل، التفاصيل اللي بتاخدها في الكاميرا هنا مبهرة، مبهرة ليفل عالي جدا، أنت بتاخد تفاصيل كتير جدا يعني أقصى حاجة ممكن تاخدها من التفاصيل وفي نفس الوقت باينة طبيعية جدا، مش باين إن في عملية معالجة زيادة أو اوفر شاربنس مش طبيعي مش طالع من حساس الكاميرا، لا كل حاجة طبيعية وفي نفس الوقت واضحة جدا النقطة رقم 6 هو تحسين واضح جدا على الديناميك رينج والنقطة رقم 7 ودي النقطة اللي قبل كانت مميزة فيها جدا في السنتين اللي فاتوا هي السكين تون او لون البشرة اللي انت بتاخده في الصور لما بتتصور بموبايلات قبل سكينتون في ليفل تاني خالص النقطه رقم 8 ان في لاج كبير جدا 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 في تطبيق الكاميرا اوقات بيجيب شاشه سوداء وبيعمل حاجات كتير جدا غريبه كده والمفروض ان الفيدباك ده واصل لقبل وبتقول ان هي في خلال اسبوع هتبعت تحديث التحديث ده هيحل المشكله دي بشكل نهائي طيب خلصنا الكاميرات واحب اقول في النهايه ان انت قدام وحش كاميرا جاي لكن السؤال اللي هنأجله ونخليه للمراجعه الوحش ده الليفل بتاعه واصل لفين يعني لو جينا نحطه كده في ترتيب الكاميرات اللي هتكون موجوده السنه دي هيكون رقم كام تعالوا نروح لاخر نقطه وهي بالتاكيد البطاريه مفروض ان قبل اعلان في المؤتمر ان البطاريه بتاعه الموبايل دي فيها تحسين لمده خمس ساعات كاملين هل ده حقيقي ابقى بهبت جدا لو جيت بعد اول بس يوم من الاستخدام هو يوم وشويه يعني وقلت لك انه ده حقيقي او مش حقيقي بس لو هديك انطباع مبدئي جدا 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 اللي هو حاجه قد كده فممكن اقول لك ابشر يا تيمور طيب اما بالنسبه للشاحن اللي بيجي مع الموبايل فهو مبسوط جدا من فكره إنه تايب سي تو لايتنينج طيب بعد تجربه اول يوم ما فيش اي حاجه ضايقتني لا في حاجه ضايقتني موضوع ان ال3 دي تاتش تشيل وبقى موجود مكانه حاجه اسمها هابتك تاتش مش قادر اتاقلم عليه لحد دلوقتي والحقيقه مش عارف مع الاستخدام الكتير هتاقلم ولا لا واللي مش عارف ايه الموضوع ده بالظبط الموضوع ان كان في خاصيه اسمها 3 دي تاتش 3 دي تاتش ده المفروض ان هو بيحس بقوه ضغطه صباعك على الشاشه فبناء عليه بيبدا ياخد اكشن او فعل مختلف عن الضغطه العاديه اللي انت بتضغطها على الموبايل 3 دي تاتش كان موجود في الاجيال السابقه من ايفون ودلوقتي ما بقاش موجود وبقى موجود مكانه حاجه اسمها هابتك تاتش الهابتك تاتش ده باختصار جدا هو لونج بريس او ضغطه طويله من اللي موجوده في موبايلات اندرويد من زمان جدا بس هو كل الفكره ان هم بيضيفوا لها اهتزاز كده عشان قبل لازم تسميه اسمه مختلف فموجود يعني رد فعل مع الضغطه الطويله دي فنقطه بقى انه 3 دي تاتش ده تشال وانه موجود مكانه الهابتك تاتش ده لحد دلوقتي مش مقتنع بيها انا شخصيا طيب انطباع برضو مبدئي صغير كده عن الموبايل بس ده مش انطباع نهائي خالص يعني خلي التاني للمراجعه النهائيه بس انطباع مبدئي الموبايل ده معمول لاي حد له علاقة بالميديا اي حد عايز يطلع الموبايل من جيبه وياخد صورة عظيمة في نفس اللحظة فالموبايل ده معمول لكده ده طبعا غير انه هو معمول للانتاجية العالية جدا اي حد بيفكر ان هو عايز معالج يقدر يستخدمه في اي حاجة يقدر يعمل اديت لاقصى حاجة ممكنة لفايلات تقيلة مثلا زي فيديو او يلعب الالعاب بسلاسة مش ممكنة فبرضه اعتقد بشكل مبدئي ان الموبايل ده معمول لكده لكن انا اعترضت في اول الفيديو على تسمية برو كلمة برو معناها ان انت هتقدم حاجة برو تمام في هنا تقدم حاجة برو خلينا اقول لكم انه مش موجود شحن لاسلكي عكسي مش موجود دعم الابل بنسل مش موجود طيب سي طيب سي في الموبايل نفسه مكان اللايتنينج مش موجود فريم او معدل تحديث اعلى للشاشة يعني في شركات بدات تنزل 90 هرتز في الشاشات وفي شركات تانية بدات توصل ل 120 طيب انا عارف ان في جزء منكم ممكن يكون شايف ان دي حاجات مش مهمه قوي بس احب اقولك ان كل تسريبات ايفون اللي هينزل السنه الجايه اللي هي سنه 2020 بتقول ان هو هيدعم الحاجات اللي انا اتكلمت عليها دي فحتى لو انت مش مقتنع ان انت محتاجها السنه دي مع ان انا مقتنع ان هي كانت المفروض تكون موجوده من السنه دي بس على الاقل كنت وفر كلمة برو دي لإصدار السنة الجاية وبس دي كانت كل حاجة عندي في الفيديو ده بس بالتأكيد لسه في أكتر بكتير جدا في فيديو المراجعة النهائية وكمان في فيديوهات اللي جاية بشكل عام فتأكد لو أنت مش عامل سبسكرايب اشترك في القناة وسيب لي تحت انطباعك عن الموبايل ده وقولي لي لو عايز مقارنات بين الموبايل ده وأي موبايل تاني بالتأكيد هحاول أعملها وكالعادة أنا أحمد مدحت واستنوني الفيديو الجاي